بمشاركة دولة الكويت انطلقت أعمال الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. نعم، ويبحث المؤتمر الخطة الشاملة للثقافة العربية وكيفية تحديثها. وقد قدمت دولة الكويت خلال أعمال المؤتمر ورقة عمل بعنوان كيف يمكن أن نرتقي باللغة العربية. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وقمة اللغة العربية، انعقدت الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية العربية بمشاركة دولة الكويت في أرض المعارض بإكسبو 2020 دبي، بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني مع ثقافات شعوب العالم وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية. طبعا هذا المؤتمر جدا مهم لمناقشة عدة محاور رئيسية وجدول أعمال قدمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ودولة الكويت إذ يسعدها المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر ودعم الجهود للعمل العربي المشترك في مجال الثقافة في مختلف مناحيها. ويركز المؤتمر على جملة من الموضوعات من أبرزها تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، كما قدمت دولة الكويت ورقة عمل بعنوان كيف نرتقي باللغة العربية كمكون أساسي لنهضة قادمة. ورقة عمل قدمتها هذا الصباح إلى المؤتمر بعنوان كيف يمكن أن نرتقي باللغة العربية كمقوم أساسي لنهضة قادمة نتجاوز فيها التحديات الداخلية والخارجية. وكما تعلمون أن دولة الكويت تساهم بنصيب وافر بدعم الثقافة العربية من خلال إصداراتها المتنوعة ومجلة العربي، وكذلك للكويت إسهامات أخرى في إحياء التراث الفكري العربي منذ زمن بعيد، وعلى رأسه عندما أصدرت موسوعة ومعجم تاج العروس الذي هو فعلا خدم اللغة العربية خدمة كبيرة. جاء انعقاد المؤتمر 22 لوزراء ثقافة العرب بهدف تفعيل التكامل الثقافي العربي المشترك وفتح آفاق جديدة لمشروعات ثقافية عربية مشتركة. لتلفزيون دولة الكويت، سالي الأسعد، دبي.